قلت لهم داك كون بت طولنا برك قريب ما جيناش كاع على هكذا باش تعلم الخطره الجايه تعس الناس اللي تخدم معاهم ايه الناس اللي يخدموا معاهم على بالهم واش كاين وعلى بالهم لو كان يغلطوا وشي صار فهمتني مالا دوك تفهم هبطوا سيد دوك تفهم واش نبغى اصبر 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 حكمتو يهضر مع واحد يخدم في الدوله حكالو كاع واش انا نديرو يومين وانا نخطط في الطريق عمروها براجات مزيه اللي لحقنا هاد السيد هذا نعرفو ونعرفو مليح نعرفو تما كبرنا كيف كيف نعرفو بلي ما يخونش تماني نكذب ماكش تكذب ليه يكذب يقدر يدير كلش لو كان ماشي انا رانا كامل في الحبس فهمت علاش الطاهر داير فيا الثقه ايه انت باينه هذه انت شوشو تاع الطاهر ما كان لا شوشو لا والو انا حبيت نخدم مع عمر باش انا ندي بلاصه الطاهر شوف حنا نتكلمها ليك كي يروح الطاهر تدي بلاصته يلا حبتو لي معلم وعلاش ما عنديش حطه تاع معلم نعرف كلش ونعرف السيستم كاع كيفاش يمشي هما من الخدامين قاعد يسمعوا لي زي بيكينيو ابوك شمعنى زي بيكينيو هذه بالبرازيليه انت معلم صغير هاي نرفدوا السلعه قبل ما يطيحوا علينا ويسيزيونا نحبطوا السلعه ونحسبها ومجمع حاجه عندي حق فيها إيه خلاص دوك نعطولك حقك ماشي مشكله هاي نرفدوا هاي ورام رجل هاي 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 نخرجوا السلعه باش نبداو نكتيفيو هاي جماعه هاي الخوا هاي ليسونسيال وكانت خص حاجه الطاهر ينوض علينا الحرب الطاهر قبل ما يحل الباب مش قبل ما يحل الباب قبل ما يحل الباب يطيحوا عليه وين زتش ليها هايلة اسمع ورا ما كيش حكيتو اوكي صح روح
نديعو مع خويا يمدغني بصح ما يسرقنيش. انتوما راكم تخدموا معايا، واش دخلكم في عمر؟ كنتي راخده لا لا؟ انت نوتني ما عمك تهدر. ما ادري اسمع، ما حبيتين نهدر. على بالك بلي عمر راه يلعب مور دارك، حاب يولي هو المعلم الكبير وانت يمحيك باسكو انت اللي خليته. صباح الخير نجوى، رقدتي بخير؟ لاباس عليك؟ شوفي ماذا بحبيت برك نقول لك برك بلي احنا في الشاورما تاعنا راه كلش ريقلو يعني، وهاد الطوموبيل تغسلت 3 خطرات قبل ما تجونتو، ما حبه غبرة ما حش تلقاوها فيها، باش نقول لك برك هذا ما يعني. ومسيو سيد احمد يعيط ويعاود وينسيستي ويوصي، وبالك وبالك وبالك، وقلت له مادام راهي هنا لديما لا خلاص خلاص ما عرفتش تعيي فيها. شوفي نقول لك الصح الصح، انا خاطيني هاد الصوالح تاع البوليسيه وليزافيرات هادو، انا كاع خاطيني، انا عطيني غير الشوروم، عطيني غير الطوموبيلات، عطيني غير البيع والشراء، لا كوميسيون تاعي بيان سور دائما نديها، يعني الحق الحق مسيو موح مسيو سيد احمد هكا ريكلو. ابري اللي حبيتي تشري طوموبيل قولي لي، عندي واحد الطوموبيل ليك. الله راسي بك هبلت انت يا شبك لهنا، جيت نشوفك طوموبيلك نقاريت يا هاد في البيس. انا تعبي دوك مشينا بولادنا مكتوب تاع ربي سبحانه صلاها في المكتوب، قريب ندي ميداي تاع الصبر معاك. الحمد لله ما تبداش هاد الهضره صباح ربي. تريس واش راك حاب؟ كيفاش هادي واش راني حاب؟ واش راك حاب في حياتك؟ نحبك انتي. واش راك تسنى؟ سي با لا بان تجيب لي سبايع باسكو راجل كيحب مرا تاع الصح ما كيحتسب با تحبسو. كل ما نهضر معك في هاد السوجي تقول لي خوك والخدمه، لو كان عينيك لو كان كفريتها. دري اسمع بالك شو شك حب في حياتك، ما نقدرش نكون مع واحد حير في روحه. مساله وقت برك. شحال عطيلي ديلي؟ ما على باليش، لو كان على بالي نقول لك. على بالكش؟
فاطمة فاطمة زرتنا بركة يا سي طهر والله غير تمنيت نشوفك هنا يا اخو. قولي مراد سقسيك باباك اسمه طهر كان غلط ولا ما كانش غلط؟ انا اسمه طهر؟ اخي اسمك طهر يا خلينا من الهضره هذه راك تقلق فيا هي مات ونخرج وخليك لهنايا بوش حكمناك كي تخرج يا ربي تضربها بتحميمه ويدوك يصلوا عليك عكس نعم ماشي تاعي الناس داروا وخلوها تما انا نخدم بالحلال الحلال يا اخويا بصح قول لي شكون اللي عطاك الدراهم باش تبدا يا اخي كنت تذبح في العلاس حانوت ما كانش عندك رزق من عند ربي لو كنت عارف ربي ما تديرش واش درت هذا كان في عمره 20 سنه 19 16 18 16 هذو كاع كانت عندهم حياه كانوا يحلموا عايشين هانين وانت جيت بالسم ديالك قتلتهم وبكيت ماتهم شوف حضارات انا نافع حقوق تاعي وما عندك عليا والو وقت حوس الدرام مين جبتهم جبتهم بعرق جبيني وخدمتي وكل واحد زهره في الدنيا بصح اليوم خلاص لك الزهر نسقسيك طاهر لي باتيمون ديالك اللي رابو في الزلزله ماتوا فيهم 200 واحد احنا على بالنا بلي البيطو مغشوش بصح انت كنت في حفله كبيره الناس مدفونه وتعيط وانت تشطح وتغني والريزو تاعك تاع الحراقه لا شو الناس رايحه غلط كيفاش تبان لك تاعها قول القلب اللي عندك كي داير وكان بلي مسرحيه كان وجدت روحي خلونا من كلام السيد هذا قولوا لهم كيفاش نخرج راح ترشى في الحبس باش كيف قارو خبيت كيف قارو عندك نعطو قارو ولا ينقص ذاك الكنز المالي إذا بغيت الوضع ينال تفضيل ترفع جاهه ويعود في منزل عالي وصلنا لها عمر المرة كي تهضري باينة اسمي سيد أحمد خويا واسي روحك انت راك حاسب أخوك هو جامي يشوفك كيما أخوه تبقى ديما براني عندهم غربي وبراني كما يقول عمي عمر الله يرحم اش راك حابه انا بليك تحبيك شي حاجه تضربي واحد بواحد راك حاب تعرف واش راني حابه عاوني باش نطلق كرهت منه ماشي انت حبيتي المعلم هذا هو المعلم انت هو المعلم تاع الصح السيد احمد مراه على بالو بوالو طلق كلش انا قال لي انت اللي حبيتي حبس الخدمه ويدورها بوليتيك باش تسخي قدام صحاباتك شوفي اللي اصله فاسد عمره ولا يتنقى يحب يعيش في الظلمه يخاف من الضوء يحرقه غلطه فيك انت نهار الاول كان جيت انت كان على بالك بلي كنت نشوف فيك انت ماشي هو بصح انت توجور تحب تحطو هكا في لافاساد راك تهضر على خوك العزيز دوك نوري لك خوك العزيز واش كان يدير الصبح شوف كان يضربك في ظهرك شوف ها
واش قال؟ ما قال والو، هو يدير في بوليتيك، تعرف فيها هو يحب يسمع الناس واش يحبوا يسمعوا، يعرف يدهن. نجوى، شدي في راجلكم بنتك. سيد احمد تبدل الشيشي ولا يحاسبني بالظهر، كرهت منه صاي كرهت. يا تاني بلاك حبت تنقصي شويه، الدولار يتبع فينا وما لازمش نبانو بزاف، رانا في حرب والضربه ما لازمش تجي من الداخل. ايه فالا هذا واش يصالو اللي ما وقفش على شيو؟ ايه خلاص انا جاي جاي، ديرها قد راسكم بعدنا سيد احمد لازم يفريها. ايه كوبي كوبي انا حن جاي جاي جاي. واش كاين موحه؟ واش كاين موحه؟ عيط لك موحه كشنا شفنا عنده الخير؟ كوما جا شريك اخويا سي والله نخليه يدخل الحبس حتى يتعلم شنو الدنيا. حمار شنو من عندي؟ ما عندي صرف صح، اسمحي لي حنون. عمو عايشك هاك ياك ماتين صح ربيع هاك عطينا 100,000 جا 20,000. ما عنديش صرف خو غاضبني. يا هكذا هم بايقولوا تقولوا على صدقه صدقه، تعلموهم ايش يطلبوا باش تقولوا. سيد احمد خويا راجلك وين سيدو؟ راني في الدار. ايه مرحبا اخويا مرحبا. لا بتجيب والو صح اخويا. او جاي سيد احمد تريحي ولا تروحي؟ راني رايحة. سلامة. تخلوا معصا وتجعلوا هوالي. كي شفت كيما لا بريمير فوا حسبت لها قاورية حارت، قلت لها يا ودي هادي تاوعنا برك. احكي لي الشاك واش درتي فيها؟ السيدة ويستنى وراني عاطيلو دراهم. كيفاش؟ عطيتلو دراهم؟ عباك بلي محبش هاد العفايس عندي دراهم. دراهمك دراهمي سي كيف كيف. سي كيف كيف؟ لا لا سي با كيف كيف، هادوك دراهم خويا ويما، وانت بدراهمك شري لي دار. اما لا ما عليك غير تستناي ونكتب لك الدار على اسمك. ولو كان نبيعها ندور عليك ونلقى قاوري عينيه زروقا وشعرو صفر. ها انا الاول اللي نفرح لك. جيبوا لي ديكابريو ما نصبرش عليك. حاولت كل عام انت بخير. تقوليش تاع اكبر تاعي وتاع جدي. لك الصحة واللي سيد احمد تاسمان ولي هذاك الطفل اللي كان يحب الخف الدار تاع الناس اللي حقرتنا ورقصتنا ما بقاش بزاف يعرفوا شكون حنايا ولي سيد احمد. ما بقاش بزاف يعرفوا شكون المعلم. بزاف ريسان وقتها باش تديرهم. كبرنا على هاد الشيء يا عمر، عبيها لازم دوكا نعرفو كيفاش نسيرو مع الوقت. بكري كنا خفاف صغار، كنا نخدمو من تحت لتحت، كنا خايفين متخبيين. دوكا كبار ومعروفين يا عمر، كنا خلطو نكملو حياتنا في الظلمة، بزاف الناس راح يضحكو علينا. كنت تبعني يا عمر نلحقو اكزاكتوم وانا حابين بلا ما الدم يزين. كان ما يسيش الدم ما يفهموش، كان ما يسيش الدم ما راكش عايش المعيشة، كان ماشي الدم ما راكش لابس هذا الكوستيم. اعطيني شويه وقت برك
شويه وقت. دوك طيواني راح واللي بقاو كاع على بالهم بالحنا اللي درناه. وكاين تحاملنا ما نقدروا لهمش وحده. الا ما ضربناش دوك ما كاش وقت واحد اخر نضربوا فيه. تما طاهر انت؟ الا ما شديناش السوق دوك واحد اخر يشدو. ولك خايب الناس يموتوا ميتين بيك ولا بلا بيك. لما بوجينا جدوكا واش بنينا كاع راح يروح. عمر انت ما حبيتش تفهم بلي لحقنا رانا وحدنا في السوق. لازم تعرف وين الحكاية تخلص باش تغلق الكتاب يا عمر. تبعني برك. صحيت رفحل والله انا حاصلين بيك انت تاع الصح. تفشش دوك وخليته معايا كره راجل. والله صح الغلطه تاعي حبيت نفرح يماه نقول لهم عندها واحد يصلح بصح انت ما تصلح لوالو. ما قريت ما خدمت ما سرقت ما تصلح لا الحلال لا الحرام. خرجت كاع واش نكره في الدنيا. زيد شوف فيا انا لا نغال. لا لا انا نشوف فيكم حاجه كبيره. من اليوم ما راكمش خاوتي ما عندي حتى علاقه معاكم. خوفه يهدر فيك برك ريح شويه. من واش؟ من الحبس نستاهل. اذا كان حاجه نخاف منها هي انتوما. خايف نولي نشبه لكم. خايف نولي بلا روح قتال فارغ من الداخل. فيلوزوف العزيز كتاب ما قراه حب يولي فيلوزوف. لا حبيت تخرج كيما اختك فاطمه. فاطمه ما قرات وقرات داكور. تا مصلحه الوالو تعرف غير تشكي وتبكي. مشاكل تاعك ماشي لافو تاعي. لحياتك تعيشها خيرتها انت. درتها بيديك حلا بسنك. راك حاب تبكي ولا تشكي روح عندي يماك بكي لها. ما تجيش ترنك عليا انا هنايا داكور. استحقيت. والو حبيت نعرف بك بلي مانيش غلط. نفشو علاه نزقو عليه علاه. انا واش عندي قلتو دوك تخير طريق اللي تديه. كاين واحد لاجورناليز حاب يدير لي انترفيو الحشيه. بيتك يا نحبك تكون معايا. تخاف نغلط ولا ننسى روحي. قلنا ما خرجوش للضو. ما خرجناش للضو عمر. الضو اللي جالينا. نقدر نتكل عليك؟ ما نجيش. رونديفو على السبعة. يا سعدي يا فرحي وجاتني مرت وليدي. البنات تهلاو فيها راهي تسالف الشيء. الراجل كيكون عايش يماه تسال اكثر من مرته. يا ربي ان شاء الله يعمر حجرك بوليد ويدير فيك الخير كيما دار باباه فيا. الله غالب هذا مكتوب ربي. حتى سيد حمد ما راهش حاب يزيد الدراري. تعرفيش ولدك يحب يعيش كيما القور. ما شكيتش وليدي وليد القاع والباع والخلخال المربع وليد باب الواد ولا حب ربي. يحبوا البزاوز يحبوا الدراري ويحبوا يعيا يستقر وليدي وعمري له ان شاء الله الدار بالدراري وعمريهم له ما نشوفش ولاد ولادي. شنو واحد بزاف علينا. سمعي مالكة الا راكي حابه لي كليونت ما يمشيولكش. انا بانت لي غربت لي كامل لو ستاف الخدامات دياولك غير يخزروا وحده مربعه اليدين. انا وكما ماشي انتيا ما نجي نشوفك هنا. عندك الطوموبيل تحبي تشوفيني روحي لي للدار سني نزيد لك حبه سكر وقيله قهوتك ولا تمره. تهلاو فيها البنات.
اسمعوا انا ماذا بيا ولا اخوك يقعد معنا ويحكي عليك؟ لا عمر ما يحبش الضوء وعنده علاقه خاصه من الاعلام. المهم تارك هنا درك راح نبداو نحكيو على حياتك وعلى كيفاش بديت ونحكو تانيك على كيفاش بديت من حي شعبي وليت من اكبر رجال اعمال. ما كاش مشكل. اوكي اوكي خلاص داكو نبداو. مسيو سيد احمد قلعي مرحبا بك. مرحبا بكم دار داركم. السؤال الاول اللي جا في بالي كي دخلت من الفيلا وعلى بالي باللي كامل الناس تجي في بالهم هالسؤال، كيفاش ابن أسرة فقيرة يولي عنده كامل هادشي؟ على كل حال الرزق على ربي، لازم تعرفي بلي أنا وخويا بدينا من الزيرو، خدمنا، تعبنا وصبرنا، والحمد لله ربي فرج علينا، كما يقول المثل اللي يصبر ينال. يعني حبيت تقول بلي أي إنسان يقدر في الحياة هادية إلى تعب يوصل. راكو تسمعوا مشاهدينا، يعني لازم تخدموا ليل ونهار باش تلحقوا الشيء اللي وصل ليه سيد احمد. خدمه وحدها ما تكفيش، كاين العلاقات كاين حتى شويه زهر، وانا الحمد لله رزقني ربي بلسان نقدر نقنع به الناس باش يتبعوني ويعاونوني. اللي نعرفوا باللي اخوك يضل لاصق معاك انتوما شركه في كلش. وانا حاب نعرف اسكو هذا سؤال ولا ملاحظه؟ اذا تعرفي كلش خليك تكملي استجابه وحدك. لا لا سيد احمد ماشي قصدي باش نقلقك. ما ملا حبيتي تقلقيني ما تقدريش تقلقيني من وزن. اسمح لي سيد احمد ماشي قصدي نجرحك بكلامي، لكن كاين بزاف ناس يقولوا باللي الشركه تاعكم هي عباره عن شركه تبييض اموال، حتى لاباس تاعكم كانت عباره عن تجاره مخدرات، وتانيك يقولوا باللي عندكم ايادي خارجيه هي اللي تعاونكم باش تدخلوا المخدرات البلاد. واش تقدر تقول لهذوما اعداء النجاح؟ درتي مليح كي سميتيهم اعداء النجاح. على كل حال الناس اللي تنجح عندها بزاف عديان، انا قابل هاد الشيء ما عندي حتى مشكل مع العديان. نظن انه ننتقلوا الى الجمهور ونقدموا لكم العائلة سيد احمد. معنا المدام نجوى والبنوته ميا. ارواحي ماما عند بابا. الاسم هذا ديجا ملي سمعت بين كيفاش حتى وين جاتكم الايدي باش تسموها؟ ديجا مساء الخير عليكم، مرحبا بك في داري. كنت حابه ديروا الانترفيو في لوتر سالون اللي مانيفيك، بسمع ليش كيف كيف. الوغ ميا هي بالإسبانية يعني تاعي. حنا كنا تالمو حابين تكون عندنا طفلة أنا وسيد أحمد، ها كسميناها ميا يعني تاعي، نخلعنا فيها. الله يبارك فيك. جبر بيدك هو. يعطيكم الصحة ومرحبا بكم. ها مدام. شكرا.
يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة. الله يحفظك. داك ديتي واش كنتي حابة؟ كنت حابتك تكون معنا في الانترفيو، معليش المرة الجاية. اللي يهضروا معك قايم لوك. على واش؟ الزين هذا ما يمشيش مع العباد جاب لي ربي. ميرسي. على واش؟ لي كومبليمون. بالي انتيليجون. ما كانش على بالي بلي تعرف تهضر هكا. نوصلك. نو عندي شوفور تاعي. نوصلك خير منه. اوكي. صباح الخير بابا. صباح الخير. علاش نجي معاك الجامع؟ إذا باش ترديني مكان لا يا وليدي. الصلاة ماشي لعب قناعة. ماشي لو تبدأ غدوة تبطل. على بالي. إن شاء الله الحاجة اللي نبداها ما نحبسهاش هاد الخطرة. إن شاء الله. بس عنا حيل عياشة هذيك. وهي خف قريب تقوم الصلاة. هيا ما شاء الله هيا أنا جايبه. حفاضة مولفيكس الجديدة مستوحاة من حضن الأم، مصممة باش تحافظ على راحة طفلك. عرض خاص قارورة إترا ونص 130 دينار فقط. إيزيس متعدد الاستعمالات الجديد قدم لكم هذا البرنامج. لنحسبها صح تجي معك صار ساميني لكم تحزين ما قدرت نعاشر نيات ناقصة وما قدرت نعاند الاخرين قصتي من المرصات تبدا وننسى ليه تمنى لليل بالنار وراني بعيدا على سير تنسى ما يلحقوني الخبر تغويك بالضياع هضرت الناس غلطة أنا ولي بحالي ما قدرش يزيد هارب من الصداع فارقت الهم اللي